بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بالأدلة. ووقفنا عند مسألة الصلاة بغسل الجنابة، قلنا أن الشيخ رضي الله عنه قال يجوز أن يصلي بغسل الجنابة لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر. ثم قال الشيخ ولو تبين له أنه لم يكن عليه جنابة فيصلي بذلك الغسل. يعني واحد مثلا نوى غسل الجنابة ثم تبين أنه ليس جنبا، لما يكون واحد مثلا شك في الاحتلال فاغتسل للاحتلال ثم تبين أنه غير محتلل بعد الغسل، فهذا الغسل لو صلى به وضوءه صحيح، صلاته صحيح. ليه؟ لأن هو نوى رفع الحدث، رفع الحدث الأكبر، فتبين أنه إيه؟ لم يكن جنبا، لكن نية رفع الأكبر يلزم منها رفع الحدث الأصغر. بل فيصلي بذلك الغسل. خلي بالك من المسألة، ما لم يحصل ناقض من حدث كريح أو سبب كمس ذكر، أي بعد تمام الوضوء أو بعضه، أو يعني غسل بعض أعضاء الوضوء ثم مس الذكر أو خرج منه إيه، فإن حصل ناقض أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء، وهو معنى قوله وإلا أعاده مرة بنيته أي الوضوء. هنا الشيخ ذكر مسألتين. المسألة الأولى لو واحد مثلا هو توضأ للغسل قبل ما يمسح الرأس ويغسل الرجلين انتقض وضوءه، يبقى هيعيد ما فعل، يعني يغسل ايديه ويتمضمض ويستنشق ويستنسل ويغسل الوجه ويمسح الراس مره اخرى ويغسل الايه؟ الرجلين، حتى مره مش ثلاثه. اما بعد تمام الغسل، يبقى هيعيد الوضوء ثلاثا بنية رفع الحدث، لأنه حصل حدث أصغر، لمس الذكر بيده أو حصل منه خروج الريح، يبقى هيعيد إيه؟ يعيد الوضوء. بعض الناس يظن أنه بعد الغسل لو خرج ريح أو مس يعيد الغسل مرة أخرى. خلي بالك، يعيد الغسل، هذا خطأ. ليه؟ لأن الغسل لا ينتقض بإيه؟ بمس الذكر ولا بخروج الريح. لأنه ده يعتبر إيه؟ ناقض للوضوء. وليس ناقضا للغسل. سواء وسط الغسل أو بعد الغسل. فبعض الناس إذا انتقد وضوء في أثناء الغسل يروح عايد الغسل من تاني، انتقد وضوء بعد تمام الغسل يروح عايد من أول الإيه؟ الغسل تاني. لا، هذا تشديد على نفسه. يبقى لازم تعرف نواقض الغسل ونواقض الوضوء، هذا فرق بين هذا وهذا. نواقض الجنابة، نواقض الغسل الجنابة، الجنابة
يبقى لو انتقد الوضوء أثناء الغسل يبقى يعيد أعضاء الوضوء مرة مرة. انتقد الوضوء بعد تمام الغسل يبقى يعيد الوضوء ثلاثة ثلاثة، يعني يتوضأ وضوءا عاديا. هذا ملخص الايه المسألة. قال والوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابه، اي ويجزئ الوضوء عن محل الوضوء، يعني ان من توضا بنيه رفع الحدث الاصغر ثم تمم الغسل بنيه رفع الاكبر او بنيه الغسل فانه يجزئه غسل محل الوضوء عن غسله في الغسل، فلا يعيد غسل اعضاء وضوئه مره اخرى في الغسل حتى ولو كان ناسيا لجنابته حال الوضوء. فاذا تذكر ولو بعد طول فانه يبني بنيه على ما غسله من اعضاء الوضوء اذا لم يطل ما بين تذكره وبين الشروع في الاتمام. يعني واحد بيتوضا في بدايه الغسل، الشيخ طبعا بيفترض الشيء البعيد، يعني اي واحد طبعا يعني استعد لغسل الجنابه بيتوضا بنيه ايه؟ سنيه الوضوء قبل الايه؟ قبل الغسل. الشيخ يفترض انه حين الوضوء نسي انه كان توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم بعد ذلك تذكر الجنابة فكمل أعضاء الغسل، يعني بدأ صب الماء على الرأس وغسل الرقبة وغسل الكتفين والعضدين والشق الأيمن والشق الأيسر بنية رفع الحدث الأكبر، يبقى إذا غسله صحيح، غسله صحيح، وما يلزمش إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية، لأنه كأنه فصل بين نية رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، حتى ولو نسي أنه، لأن أعضاء الوضوء داخلة في أعضاء الغسل. وهذا غسل وهذا غسل، ونية رفع الأصغر ونية رفع الأكبر كلاهما صحيح، هذه هي العلة. يعني ما يقولش أعيد أعضاء الوضوء تاني، لا، لأن دي نية صحيحة ودي نية إيه؟ صحيحة. يعني نية رفع الحدث الأصغر دي نية صحيحة، ونية رفع الحدث الأكبر نية صحيحة. ولذلك والوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابته مجزئ، الوضوء غسل اعضاء الوضوء ولو كان ناسيا لجنابه مجزئ عن اعادتها في غسل الجنابه. هذا كان سؤال واحد طرح قبل ذلك. قال ولو نوى الجنابه ونفلا أو نيابة عن النفل حصلا، يعني أن من كان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو غسل العيد أو الإحرام حصلا معا، يعني حصل رفع الجنابة وحصل سنية غسل الجمعة وسنية غسل العيدين وسنية غسل الأحرام، وده يسمونه العلماء إيه؟ يسمونه تعدد النيات. الكلام فيه كتير قوي كده، وده موجود عندنا في المالكية وعند الإمام الشافعي رحمه الله، لأن هي فيها خلاف بين العلماء تعدد النيات بالذات. فعند المالكية والشافعية يجوز تعدد النيات،
يعني المرأة مثلا عليها 6 أيام من رمضان، هتصوم 6 أيام من شوال بنية الستة من شوال ونية القضاء، جائز. واحد دخل المسجد وجد الصلاة مقامة العشاء فنوى الفرض والتحية، يبقى ياخذ ثواب الفرض وثواب تحية المسجد. في طواف الحج ينوي بطواف الإفاضة وطواف الوداع معا يحصل. في الأضحية والعقيقة مثلا أول يوم العيد أو الثاني أو الثالث أو الرابع، عنده ولد مولود أو بنت مثلا ويعمل لها عقيقة، يجوز أن يسبح الأضحية بنية الأضحية والعقيقة. الأضحية إيه؟ والعقيقة. لا، أصل الوليمة دي مش داخلة في عمل. أصل الوليمة طعام، طعام العرس. لكن العقيقة ما يسبح في 7 يوم، والأضحية ما يسبح في الأضحية. لكن الوليمة مش داخلة في عمل. الوليمة اسمها طعام العرس. تنفع حتى ولو بملح. أيوه خلي بالك. الوليمة هي طعام العرس. يعني لو وكل الناس عيش مثلا لبن أو أي شيء، أي طعام اسم وليمة. لكن في الشعائر دي شعائر، الأضحية دي شعيرة، العقيقة شعيرة، الذبح ما ينفعش فيها شراء الإيه؟ اللحم مثلا، يشتري لحم يقول دي أضحية أو يشتري لحم يقول دي عقيقة، في ناس بتعمل كده، لا ما ينفعش. فهي في الأضحية مثلا ينوي الأضحية والإيه؟ والعقيقة، هذا جائز. ده اسمه تعدد إيه؟ تعدد النيات. الشيخ الدردي رضي الله عنه قال إذا نوى يعني الفرض والتحية أو غسل الجنابة والجمعة حصل، يعني حصل ثواب الاثنين، حصل ثواب العملين. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي بالك عشان لما تسمع مثلا واحد أحيانا يجي في التلفزيون مثلا يسأل المرأة تصوم 6 من شوال وتنوي القضاء، يقول لا يجوز، إنما تصوم القضاء أولا ثم تصوم 6. فالمفروض العلم ده أمانة، تقول هذا على مذهب مثلا الإمام أحمد، لكن عند الإمام مالك والإمام الشافعي يجوز أن يعدد النية، لكن هو يفتي بالشديد على الناس. ليه؟ مع أنه هذه الأشياء موجودة في كتب العلم، لكن هو طبعا مقصر في الاطلاع، فبيشدد على إيه؟ بيشدد على الناس، قل هذا مذهبي أو هذا مذهب فلان، علشان الناس تعرف. لأن عامة الناس لا مذهب لهم، وإنما مذهبهم مذهب من يفتيهم. ولذلك فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله كان الرجل يفتي ويفصل في المسألة، هذا كذا وهذا كذا، والسائل يختار ما يناسب حاله. لكن الجاهل يقول لك هذا هو الصواب من قول أهل العلم ولا يجوز غيره. كيف يعني؟ من قال هذا؟ وأمر مجمع عليه؟ لا، ده في الأمر المجمع عليه بس. يعني في زي ما قلنا في تعميم الجسد بالماء في الغسل، لو داخل المسلمين ما وصلوش ميه ده بإجماع أهل العلم والصواب، لأن تعميم الجسد بالماء ده الفرض الوحيد في الغسل اللي هو إيه؟ اتفق عليه العلماء. وكذا إذا نوى نيابة غسل الجنابة عن غسل النفل،
بخلاف ما لو نوى نيابة النفل عن الجنابة فلا تكفي عن واحد منهم. يعني دايما يقدم نية إيه؟ الفرض على النفل. يعني ينوي الجنابة والجمعة، الجنابة والعيد، الجنابة والإحرام. لكن ما تقولش نويت الإيه؟ غسل الجمعة والجنابة، أو غسل الإحرام والجنابة، أو غسل العيدين والجنابة. يبقى يقدم إيه؟ الواجب، لأن السنة تدخل تحت الواجب، لكن الواجب ما تدخلش تحت الإيه؟ تحت السنة. يعني لو نوى بالعشاء تحية المسجد هتبقى نفل خلف فرض والعشاء باطل. والشيخ هنا كمان بيقول لو نوى النفل عن الواجب لم يحصل هذا ولا هذا. لكن بالنسبة للصلاة تجوز صلاة النافلة خلف الايه؟ خلف الفريضة في الصلاة بالذات. لكن في الغسل هنا ما ينفعش. لو نوى الجمعة عن الجنابة أو الجمعة والجنابة لا يحصل، لا يحصل ثواب غسل الجمعة لأن غسله باطل. ليه؟ لأن غسل الجمعة للنظافة وليس لرفع الحدث، فهو نوى النظافة والحدث إيه؟ موجود، يبقى لا يصح. قوله ونفلا، ولو نوى الجنابة ونفلا أشمل من قوله والجمعة، لأن الاغتسالات كثيرة، اغتسالات السنة كثيرة، هناك غسل للجمعة وللعيدين وللإحرام ولدخول مكة ولدخول المدينة وللوقوف بعرفة. يعني الاغتسالات كثيرة، فلذلك والنفل أشمل من التحديد، لأنه يشمل الاغتسالات المسنونة كلها كالجمعة وغسل الإحرام، والمندوبة كالعيدين والغسل لدخول مكة أو المدينة. وأصل هذا الاستدلال ما ورد في المدونة، روى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يذنب أي تصيبه الجنابة فيغتسل ولا يتوضأ، قال وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه. ده دخول الايه؟ دخول الحدث الأصغر في الايه؟ في الأكبر، زي دخول السنة في الواجب، دخول السنة في الواجب. ليه؟ لأن الواجب طبعا أكبر من السنة، لكن الواجب لا يدخل تحت الايه؟ تحت السنة. وندب لجنب وضوء لنوم لا تيمم ولا ينتقض إلا بجمع. أي يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، كما يندب لغيره. الدليل على ذلك ما ذكره الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. يعني يغسل الذكر يعني عشان يستبرئ من الايه؟ من المني، ثم يتوضا. الوضوء ده ليه؟ للنوم. الوضوء للنوم. والسيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول
إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وده عندنا الوضوء ده الشيخ رضي الله عنه ذكر أنه إيه مما يلغز به عند المالكية، فيقال ما وضوء لا ينقضه بول ولا غائط، قال وضوء النوم للجنوب. وضوء النوم للجنوب. قال طب ايه العلة؟ قال العلة لعله ينشط للغسل، لعله ينشط للغسل، لكن النوم على جنابة جائز، جائز بس بمعنى خلاف الأول، خلاف الأول، لكن لو نام لا إثم عليه، وإنما يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل فليتوضأ. أي يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة كما يندب الغير، لكن وضوء الجنب لا يبطله إلا الجماع، يعني لا يبطله الغائط ولا الريح ولا البول، بخلاف الوضوء الآخر، يعني أي وضوء ينتقد بالريح وبالغائط وبالبول. قال ولك أن تقول ملغزا ما وضوء لا يبطله بول ولا غائط، فيقال وضوء النوم للجنب، فإن لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم فلا يندب له الدم، لأنه طبعا لا يرفع حدثا، وإنما هذا الوضوء مستحق لعله ينشط للغسل، ولذا لم يحتاج إلى إيه؟ التيمم. ولذلك ابن رشد قال واختلف في معنى امره صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فقيل انما امر بذلك لعله ينشط فيغتسل، وقيل انما امر بذلك مخافه ان يتوفى في منامه فيكون على ادنى الطهارتين، والاول اصغر، يعني الراجح ان العله النشاط للغسل، لأن الوضوء طبعا معروف أنه لا يرفع الجنابة. علميا يمنع البراستاتا. نعم. علميا يمنع مرض البراستاتا غسل الوضوء بعد الجنابة، غسل الذكر بعد الجنابة مباشرة. طبعا غسل الذكر لا شك أنه إيه يعني فيه استبراء من المني، فيه نظافة للمجرى. وإذا طبعا العلم التجريبي جرب هذا وقال إنه شفاء من مرض البروستاتا، هذا أمر إيه؟ علم تجريبي، هذا أمر يدركه الأطباء. وتمنع موانع الأصغر وقراءة إلا اليسير لتعوز أو رقيا أو استدلال ودخول مسجد ولو مجتازا، قال ولمن فرضه التيمم دخوله به. الموانع، موانع الجنابة، الأشياء التي تمنعها الجنابة، أي إن الجنابة من الجماع أو الحيض أو النفاس تمنع موانع الحدث الأصغر، الصلاة والطواف ومس المصحف أو جزء المصحف على ما تقدم في موانع الحدث الأصغر، وتزيد طبعا الجنابة، وتمنع أيضا قراءة القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن، يعني لا غيبا ولا إيه حاضرا في المصحف، طبعا الا الحائض والنفساء كما ياتي في الحيض، الحائض والنفساء يقرآن القرآن، خلي بالك، وان الفرق بين
الجنب والحائض والنفساء أن الجنب يقدر على رفع الحدث بالماء، لكن الحيض والنفاس مرتبط بإيه؟ بمدة، مرتبط بمدة. ولذلك يجوز للحائض والنفساء أن يقرأ القرآن غيبا أو نظرا من غير مس للمصحف، يعني تقلبه بسكين أو بأعواد. وتمنع أيضا قراءة القرآن إلا الحائض والنفساء كما في الحج، ويستثنى من منع القراءة اليسير لأجل تعوذ عند نوم أو خوف من إنس أو جن فيجوز. يعني يقول رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، هي آية، فيجوز للجنب أن يقولها خوفا من الإيه؟ من الجن أو من الإنس، لأن يجوز التعوذ من شياطين الإنس، شياطين الإنس من الجنة والناس. قال والمراد باليسير ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي، يعني واحد ينام ويقرأ آية الكرسي قبل النوم، والإخلاص والمعوذتين قبل أن ينام وهو جن جائز، أو لأجل رقية للنفس أو للغير من ألم أو عين. يعني واحد يرجو واحد من حسد أو من ألم يجوز أن يقرأ الفاتحة أو آخر آيتين في سورة البقرة، أو يقرأ الفاتحة سلاسل، أو يقرأ آية الكرسي، أو يقرأ عليه قل هو الله أحد والمعوذتين. والسيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات، قرأ في كفيه ومسح على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. فيجوز للجنب هذه القراءة اليسيرة، لكن واحد مثلا بيقرأ آية، يقرأ سورة تبارك أو الواقعة أو ياسين أو الدخان وهو جنب لا يجوز، يبقى يغتسل ثم يقرأ. ويجوز للجنب أن يقرأ لأجل الاستدلال على حكم نحو وأحل الله المنع وحرم. واحد يتكلم في العلم وهو جنب يقول ما الدليل على هذا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني قراءة الآية والآيتين أو بعض الآية جائزة لأجل هذه العلة. وتمنع أيضا دخول المسجد سواء كان جامعا أم لا، يعني سواء كان يصلى فيه الجمعة أو لا تصلى فيه الجمعة، ولو كان الداخل مجتازا، يعني هيمر من باب إلى باب. عند الإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز دخول المسجد للجنب حتى ولو كان على سبيل المرور فضلا عن الجلوس والمكس، أي مارا فيه من باب لباب آخر فيحرم. لكن الإمام الشافعي أجاز المرور للجنب لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، استدل بهذه الآية، قال يجوز للجنب إذا أراد أن يدخل من باب المسجد ويخرج من باب آخر يجوز له ذلك. لكن المالكية قال لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. الشيخ رضي الله عنه قال المسجد ورحبة المسجد تأخذ نفس الحكم، لكن الطرق مثلا الداخلة على دورة المياه بعيدة عن المسجد يجوز، ما تعتبرش داخلة في المسجد. يعني الأشياء التي يصلى فيها، يعني الميضة مثلا والمصلى اللي بجوار الميضة لا يعتبر حرم المسجد داخل في رحبة المسجد.
قال ولمن فرضه التيمم دخوله به، أي يجوز للجنب الذي فرضه التيمم لمرض أو لسفر أو عدم الماء أن يدخل بالتيمم للصلاة ويبيت فيه إن اضطر لذلك، وكذا صحيح حاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خليه الماء، يعني عند الضرورة يجوز دخول الجنب المسجد. أولا المريض مثلا، واحد مريض وفرضه التيمم دائما، يعني لا يغتسل ولا يتوضأ، مريض بمرض جلدي أو عنده محروق مثلا، جسمه محروق ففرضه التيمم وأصابته الجنابة، يبقى حين يدخل المسجد يتيمم ويدخل كما يتيمم ويصلي، ويجوز أن يبيت في المسجد إن اضطر لذلك. والصحيح الحاضر لو اضطر لدخول المسجد جائز، الصحيح الحاضر يعني واحد مثلا كما في البندر أحيانا ما تقدرش تخش دورة المية إلا بدخول المسجد، هو عايز يغتسل فيش مية خارج، هو مثلا في سفر ما يقدرش يروح أي مكان يغتسل فيه إلا المسجد، فيجوز له أن يدخل المسجد ويمر فيه لأجل أن يدخل للمسجد. هذه ضرورة، الضرورة لها حكم آخر. القرآن إلا ما اضطررتم إليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، الحديث طبعا. والحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة. والسبب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بيوت الصحابة مفتوحة على المسجد، يعني كل بيت بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتح باب على المسجد، فكان الصحابة طبعا يدخلون ويخرجون وفيهم الجنب وفيهم النساء فيها الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا هو السبب يعني. فأمر بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني إلا باب الصديق، استدل به على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مفيش حد بيته مفتوح على المسجد إلا مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن تلاقي خوخة أبي بكر، يعني الباب باب بيت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لذلك نكون انتهينا من باب الغسل كله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك